منطقة مش عارف. كنا بقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللي الله أكرمنا في إفراج عنا أسر الله يرضى عليه. يعني كان عقبال كل الأسر إن شاء الله، وشعور يعني شعور لا يوصف والله، كانت فرحة حلوة. صحيح الواحد يعني بيكون في معاناة، بيكون متوتر وعشان أخروا الاحتلال. سبحان الله يعني الله بعد ما الواحد بيعاني وبشوف الفرحة بنسى كل التعب وكل شيء. والله البارحة أنا أخذونا عن قسم الظهرية، حطونا في جيب دار مخابرات وغموا عليا وودونا على عصيون. فغاد قالوا لي بدك بدنا هنجيب رقم المستوطن اللي انت سويت معه عمليه يعني طعمته او شيء زي هيك، وتعتذر للمستوطن هذا او تدفع يعني تدفع شو يسموها الغرامه ولا مش غرامه، لا تعويضات، بدهم تعويضات. قلت انا بتصلش على حدا، انا مروح وخلصت حكمي وبدخلش في الامور هاي. هم مثلا الضباط في الجيش كانوا قاعدين معي في السيارة، كنت مغمغم على العينين. فقال لي فيش مجال يعني تروح الا تمنك تعتذر وتقرر في توافق على دفع الغرام. قلت اذا هيك الامور انا بدي محامي، جيب لي محامي وانا بدي اشوف المحامي يحكي معي في الموضوع هذا. فالحين بعد 5 دقائق اجى دوري الجيش، نزلوني من سيارة المخابرات وحطوني في الجيب ودوني على عصيون. طبعا كنت انا مستوطن في منطقتنا يعني تحت القوة. ورحت على عصيون. عصيون غادي قال انت ممنوع تروح لان في عندك ناس في الدار وفي حماس موجودين عندك غادي، رايات وفي لقطات وفي مش عارف ايش. فطلبوا مني ان انا احكي معاهم انهم يروحوا عشان اروح. قلت انا ما بحكيش معاهم، ما بحكيش مع حدا، وبدك تخليني هنا وترجعني على السجن انت حر. يعني في النهايه هذول الناس جايين يعني يبسطوا في ترويحتي، واهلي بدهم ينبسطوا وعيلته وعشيرته وربعي. فبقدرش اقول لهم الله يروحوا روحوا، لان ضبط المنطقه والله بقدرش شباب الحماس يجوا يستقبلونا وانهم يرفعوا رايات او شيء زي هيك. هذه عاداتنا وتقاليدنا وما تخلاش عنها شو ما كان يعني. فقال لي خلص ما عندك ظلك عندي. قلت لا يا محط اجر عجل وقاعد عندك، فيش عندي اي مشكله يعني، بدك ترجعني على النقب رجعني. فقال لي لا مش احرجك، بس بدي انا اروح اتصل واشوف شو في. سكر الباب علي وراه. يعني اجى على الساعه 10 في الليل، اجى يعني هذا الحكي كان على 8 في الليل، اجى 10 في الليل اجى علي بقول له هي في اجوا اهلك يخذوك. وقال اذا ترفع اعلام بتسوي مهرجان بتسوي هذا، انا راح يعني اخسركم مخاسر وادفعكم يعني مصاري واجي اخرب بيتك يعني تهديدات فاضيه يعني عشان زي هيك. فقلت اسوي اللي اسويه، في النهايه انا ما يعني ماليش دخل، ما بقدرش امنع الناس يعني شو اسوي، هذه فرحتهم وهم حرين. فانتهى الموضوع على هيك. وجيت الحمد لله يعني شفت ربعنا وحبابنا واهلنا بيستنوا فينا، وشفت امي وخواتي واحبابنا واصدقائنا وبلدنا واحبابنا اللي شاركونا من المنطقه الثانيه الله يجزيهم الخير اجوا كمان. نكد عليهم صح يعني انهم تاخروا في الليل، شاركونا فرحه. وادعو الله رب العالمين ان يكرم اهلهم وربعهم من السجون في نفس الفرحه اللي فرحتها، رغم انها ناقصه يعني الأمانة. ان يعني كان في غصه ان يعني بقي اخوه مؤبدات ايش معهم يعني 21 سنه واحكام عالي اداريون يعني يشعرون والله بحكم مؤبد الاداريون، لانهم لا يعرفون حكم يعني محكومين حكم المؤبد، لانهم ما بيعرفوش وقتاش المرضى يعني شايف كيف. والاصل المرضى يعانون كمان، مارس عليهم الاداره ايش انواع التعذيب ولسه ما بدات، ولكن هم يعني في صحف كل يوم يعني يرون انواع العذاب وشتى العذاب، ولكنهم يعني ينتزعون حقوقهم من السجان يعني وكرامتهم وعزتهم يعني باسنانهم واظافرهم كل يوم. الحمد لله رب العالمين، هذا اللي مصبرهم وهذا اللي مصبرنا، وانهم يعني امنهم بربهم كبير وامنهم بشعبهم اكبر وكبير ان شاء الله، ومنهم بالمقاومه وكتاب القسام عن اصحاب المهام الخاصه.
شايف كيف؟ هم يعني امل الاسرى وامل الشهداء وامل اليتامى وامل الشعب الفلسطيني كله. بدعو الله ان ربنا يمكن لاخواننا ان يعجلوا بالافراج عنهم، لانهم والله ينتظرون الافراج عنهم على حر من الجمر. لانهم هم يعني يجب على الشعب الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني ان ينتفض من اجل حريته.